السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي ومتابعي راديو الثورة. في مثل هذه الأيام قبل 7 سنوات جرت أقوى معركة من قبل فصائل الثوار ضد عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية التي كانت تحاصر الأحياء الشرقية أنذاك، وقد تم فك الحصار عن المحاصرين ليعاود النظام المجرم بعد تمهيد عنيف وقصف مدفعي كثيف بإعادة السيطرة على كامل مدينة حلب وتهجير أهلها. سنجري استطلاع رأي مع مهجري أهالي حلب في مدينة الباب حول الأمور التي عاشوها ولا ينسوها في ذلك الوقت. تابعونا. هلا التهجير هو كان صعب كثير بالنسبة لأن كمهجرين مدينة حلب، أنا أحد مهجري مدينة حلب، عشت كثير في المدينة وشاركت في الثورة فيها، بس ولكن بحزبي قلبنا التهجير اللي صار هو التهجير القسري، تهجير النظام اللي عملوا فينا. أنا كمان في لحظات ما بنساها، لحظات حصار، لحظات القصف، لحظات استشهاد أخي، أنا استشهد أخي في مدينة حلب، أخي اللي مالي غيره. أقل كلمة ممكن نقولها عن حصار حلب إن كان الأول والثاني والقصف اللي صار على مدينة حلب إنه هو كان جحيم، جحيم في كلمة تعنيه من كلمة. الشغلات اللي ما ممكن تخطر على بالي إنه إحنا وصلت معنا مرحلة في حلب إنه نترك الجثة في الأرض، تمام، لأن ما في مستشفيات نأسعفها، ما في سيارات نشيل الجثث، مثلا نشيل الجثة من موقع المجزرة ونحطها في المشفى. هلا أكثر شيء أتذكره في فترة الحصار مدينة حلب أو مدينة حلب الشرقية كان هو الكثافة النارية اللي كانت موجودة، لدرجة إنه أنت ما بقى تحسن توثق العدد الانتهاكات من قصف العشوائي، من البراميل المتفجرة، من العنقودي، من الارتجاجي، حتى المظلي، فحتى المجازر صارت يومية ومتكررة. قضينا بعض الأيام كل يوم نقول هذا يوم قيامة، يجينا يوم أفظع من اليوم اللي سبقه، ونهايته اللي هي لحظات التهجير وقت اللي بلشوا يفوتوا الباصات على مدينة حلب، فكانت هي أسوأ لحظات عشناها، وأسوأ لحظات عشناها ونحن داخلين على مناطق سيطرة النظام حتى نعدي للطرف الغربي. يعني هي كانت ما عدا لحظات القصف اللي عديناها، ما عدا لحظات الاجتياح للنظام من منطقة مساكن هنانو حتى وصوله إلى منطقة بستان القصر، كانت هي اللحظات اللي أصعب اللي كانت النهائية. رغم الأحداث الأليمة التي مرت على المهجرين من حلب منذ اليوم الأول لاحتلال مدينتهم حتى هذا اليوم، يبقى الأمل موجود بالخلاص من النظام المجرم والعودة الكريمة إلى الأرض والديار. لراديو الثورة كنت معكم أحمد المعرّو من مدينة الباب شرق حلب.